السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة لقراءة القرآن، أيوة، هل أستعيذ بالله في منتصف، عندما أقرأ من منتصف السور، هل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، أم يعني وبسمل برضو؟ لا، البسملة في أوائل السور، لكن الاستعاذة من أي موطن قرأت، لأن الله قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز أن أقرأ الآن بعض من القرآن، ولا مفيش وقت برضو؟ والله هذا المقام مقام فتاوى، مقام فتاوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم يا شيخنا الحبيب. وحياك وبارك فيك وسلمك، تفضل. وإياكم. شيخنا الحبيب، الملتزمة، الإنسان الملتزمة والشخص الملتزم اللي هو اختار لنفسه أنه هو يحيى بدين الله سبحانه وتعالى في كل مناحي الحياة، تمسك بالعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، واختار لنفسه يقارب قدر الاستطاعة، دائما يتهم بالتشدد وينفر من الالتزام بوصف التشدد، فهل الكلام ده صحيح؟ وما المفهوم الحقيقي؟ يا ريت حضرتك توضح لنا. لا والله ما استطيع اعطيك جوابا كاملا في هذا، لانه ممكن فعلا يكون فهم غلط، ممكن يكون فهم بعض الامور فهما خاطئا ويشدد، والمقام يحتاج الى تليين، ممكن يلين والامر يحتاج الى شده، فما استطيع ان انا. لكن انا اقصد يا شيخ الحبيب يعني المفهوم الحقيقي للتشدد من منظور شرعي. تجاوز الحد الذي شرعه الله ورسوله. نعم. تجاوز الحدود التي شرعها الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. بظبط منبه عشان خاطر صلاة الفجر، بس في امبارح والنهارده يوم صحيت بعد الشروق، ويوم التاني صحيت قبل الشروق باربع دقايق، يبقى كده ما ترك الصلاة المتعمدة فقد حدث عمل ولا ايه؟ يعني انت ضبطت المنبهات ولكنك غلبت. وحتى بصحى على المنبه بس ما بقدرش. لا اسمع عليك، ما دمت غلبت، لكن انت عمدت النوم والناس يصلون والاذان ينادي، تاثم. شكرا. حديث الجنه تحت اقدام الامهات لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ دلوقتي لو في حديث، في الحديث كنت مره سالت حضرتك عنه، اللي هو قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهلاء الدعوات، حضرتك قلت له هو ضعيف. نعم. ففي ناس في المسجد بعد كل درس بيقعدوا يدعوا، فلما قلت لهم ان ما ينفعش ندعي بعد كل صلاه الرسول ما عملهاش، قالوا الحديث ده وحسنه الشيخ الالباني، فهل ده كده من خلاف السائغ ان انا لا انكر عليهم؟ خلاص لا تنكر عليهم، ما فيش مشكله. على اساس يعني ان هم ان الدليل الحديث ده في دلاله على اللي هم بيعملوه يعني؟
على أساس إن الحديث يعني على أساس المسألة في فضائل الأعمال، بس يعني الحديث ضعيف من وجهة نظري ضعيف، لكن لا تشدد في هذه المسألة. جزاك الله خير. وإياكم على السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أخبار حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. ربنا يكرمك يا شيخنا. والله أنا ليا فترة كبيرة يا شيخنا بحاول أتواصل مع حضرتك، تمام؟ لأن رأيت لحضرتك والشيخنا أبو إسحاق الحويني رؤية، فحبيت أبشر حضرتك بيها يعني. الله يجمعنا وإياك على الخير يا رب دائما. آمين يا رب، آمين يا رب. بص يا شيخنا، وأنا رأيت حضرتك يعني في مكانة كبيرة جدا يعني في السماء، بحجم يعني ضخم جدا، وكأنك تنظر يعني على الخلق وأنهم صغار يعني. الله يغفر لنا ولكم يا أخي الكريم. الله يرفع قدرك يا شيخنا. فرأيت يعني على صورتك كده، أنت حضرتك بترتدي عباءة وشماغ، والشيخ أبو إسحاق الحويني نفس الكلام برضو، تمام، وبحجم يعني وكأنه يعني يسد الأفق. سبحان الله. الله يوفقنا وإياكم. الله يرضى عنك يا شيخ. وإياكم. يعني حضرتك قلت جملة كده يعني لا أنساها أبدا، يعني حضرتك يعني وكأن الشمس تشرق من خلفكم، يعني وحضرتك بتقول ما ضر أصحاب القبور لو أشرقت الشمس من مغربها. فأنا كنت عايز أسأل حضرتك يعني عن المعنى بتاع طيب بتاع الجملة دي، يعني حضرتك كنت بترددها أنت وشيخنا أبو إسحاق الحويني يعني. جزاك الله خيرا، استأذنك وأجل الإجابة على هذا، بارك الله فيك، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخي. وفيك يا رب، تفضل. لو تكرمت سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. هل يجوز الجمع بين نيتين في الصيام؟ قضاء أيام كانت الزوجة فيها مفطرة للولادة وبين أيام فيها فضائل؟ لا، لابد أن تحدد. لا يجوز الجمع بين نفل وفرض. هل يصح أن تصلي ركعتين تقول أقصد بهم الفجر وسنة الفجر؟ لا طبعا لا يجوز. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كنت عايز أسألك على حاجة يا شيخ، صح؟ تفضل. دلوقتي سمعت حديث ان في ناس هيعتدوا في الدعاء، فعايز اسال حضرتك الدعاء اللي انا هقوله ده هل في اعتداء ولا لا؟ نعم. دلوقتي لما اجي مثلا ادعي والدتي المتوفيه ربنا يرحمها، بقول ربنا يرحمها وجميع اموات المسلمين. ففي دعاء تاني ممكن اقول اللهم ادخلها الجنه بغير عذاب. فساعات بقول له جميع اموات المسلمين، مع ان في حديث ذكرت عن الرسول ان في مثلا مسلمين هيخشوا النار وبعد كده هيخشوا الجنة، هل ده اعتداء في الدعاء؟ يعني أنت تقول اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات؟ أه ده ماشي، إنما اللي بقوله اللي هو اللهم أدخل والدتي الجنة بغير عذاب وجميع أموات المسلمين. مفيش مشكلة، ربنا كريم. سيدنا نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، والأمر لله بعد ذلك. شكرا، جزاك الله خير يا أبا يوسف ورضي الله عنك يا أبا حذيفة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. شيخ أنا عندي سؤالين بس في القصر. أول سؤال هو لو أنا سافرت هل أحسب يوم السفر ويوم العودة من ضمن الأيام؟ يعني لو سافرت 3 أيام من غير يوم السفر والعودة أقصر ولا لأ؟ أنت تقصد مدة القصر؟ المدة. لا، مدة القصر مختلف فيها اختلاف طويل. وعلى الرأي الذي أنت تختاره 3 أيام من يوم الاستقرار، لا تحسب مدة السفر ولا مدة الرجوع. تمام يا شيخ. لأن من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام المدة التي مكثها متصلة 3 أيام في الحج، يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر وجزء من الثالث عشر،
ما حسبت المدة منذ أن خرج وقد خرج من المدينة يوم 25 من ذي القعدة وصل 4 ذي الحجة، ما حسبت هذه المدة؟ فالمدة التي يعني هو يقصر فيها، لكن الأيام المتصلة التي تقصر فيها هي الثلاثة أيام هذه، يعني تقصر منذ أن تخرج إلى أن ترجع. ما حسبش اليوم. إذا مكثت في مدة مستقرا أكثر من 3 أيام تلك التي فيها الخلاف. فمن العلماء من قال وهم الأكثرون: إن كنت مترددا سأسافر غدا، سأسافر بعد غد، استمر في القصر. إذا عينت مدة، فالجمهور يقولون إذا عينت مدة أقصاها قولهم بين 4 أيام أو 3 أيام استقرارا. أما الترحال لا يدخل فيها. شكرا. عندي سؤال تاني بس. سأل يا حبيبي. لو أنا مثلا كنت مسافر والمغرب أذن عليا، يعني لازم أنزل وأصلي ولا ينفع أعملها جمع تقديم؟ ينفع جمع تأخير، لا بأس بجمع التأخير. خلاص تمام، شكرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبا أحمد، وأهلا وسهلا. إنا نحبك في الله يا أبا أحمد، جزاك الله خيرا. والسامعين والسامعات، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ. اتفضل يا أختي. السؤال هو إن أبي لما أروح أي مشوار لازم يمشي معايا أخي، هو ده في دليل في السنة؟ يعني عايزة تمشي وحدك يعني ولا يعني؟ لا، لازم يمشي معايا أخوي. طب أي حاجة. أنت يعني وجهك مكشوف ولا وجهك متغطي ولا إيه؟ محجبة. يعني وجهك مكشوف، وشك عريان ولا متغطي؟ السؤال. عريان. عريان. يعني أتاك الله حسنا؟ طيب أبوك خايف عليك ويرسل أخوك معك، لأنك مش راضية تنتقب ولا تغطي وشك، فممكن ولاد الحرام يطمعوا فيكي. فأبوك الله يجازيه عنا وعن المسلمين كل خير، حريص على عرضه، يريد بنته تكون آمنة ومطمئنة، والناس لما يشوف أخوك معاك يحترم نفسهم شوي. أبوك رجل طيب، أبوك الله يجازيك كل خير، رجل طيب. ويا ليتك ما تغطي وشك، ما دمت حسناء غطي الوجه واستري نفسك حتى لا تؤذي المسلمين، ينظرون إليك وتؤذي نفسك أمام الله. إن شاء الله بس يعني أكبر شوي. أنت سنة كام؟ في سنة كام كلية؟ أنا في أولى إعدادي. ربنا يبارك فيك. أبوك خايف عليك، الله يحفظه. البسي البسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا نفسي أقرأ القرآن وأسمع الناس كلها بعض آيات الله عز وجل، لو أمكن ذلك. والله يعني منعنا غيرك من في أول الدرس، لأن المقام مقام فتاوى، لكن أنتم مصرون. اقرأ 3 آيات. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا في كتاب مبين. حسبك، جزاك الله خيرا، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لي 3 أسئلة. تفضل. هل قال ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى، هل قال من؟ ابن تيمية. أيوه. الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى جسم لك الأجسام؟ لا أعلم والله شيء، لا أعلم أبدا هذا الكلام. طب يا شيخ، هل في دليل ان الصحابة بدأوا الخطبة بدون تسييد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
بدأوا الخطبة بدون تسييد سيدنا محمد؟ والله أنا ما استقرأت مقدمات خطب الصحابة رضي الله عنهم. طب يعني عشان أنا كنت بدأت خطبة بدون تسييد النبي صلى الله عليه وسلم واعتراضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال كده. اتفضل. أنا بشتغل في تصميم شعارات لشركات وكده، اللي هي اللوجوهات بتاعتهم. ومن فترة كده كلمتني يعني شركة هي تبع اكسسوارات، يعني زي يعني شنط وحذاء والكلام ده كله. فبعد ما تمينا العقد واتكلمنا وخلاص اتفقنا، اكتشفت ان هم بيعملوا او بيبيعوا اللي هي زي ادوات جنسيه كده. انا دوله، انا شركه امريكيه يعني. فايه حكم الوظيفه ديت يعني؟ يعني انت بتشتغل في امريكا ولا في مصر؟ لا في مصر. ما عملك بالضبط؟ بعمل شعارات للشركه. شعارات ترويج للشركه. الشركه بتبيع الايقونه بتاعت الشركه بس. ايوه، الشركه تبيع اشياء طيبه ولا اشياء خبيثه في الجمله؟ يعني 90% بتبيع اشياء طيبه، يعني مثلا زي ادوات منزليه كده بس في جزء منها بيبيع وفي اذا كان الغالب كما ذكرت فلا باس ان تروج للشركه اذا كان 90% منها عمل مباح. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ من الفاضل. اتفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. يا رب يا رب وإياك يا رب. اتفضل. سؤال يا شيخ بعد ما حضرتك. سؤال بعد ما حضرتك. سل سل الله يحفظك. احنا أصحاب محلات في مول. أصحاب محلات في مول. احنا جايين محلات كده واحنا في مول، فبنيجي وقت الصلاة جايبين سجاد الصلاة كبيرة وبنفرشها وفي درجة من درجات المول وبنصلي جماعة. ويعني هل ده يعني يجوز لنا ولا صلاة في المسجد أفضل؟ يجوز لكم، لكن الصلاة في المسجد إن استطعتم أفضل. ما هو ماشي والله، بس احنا ساعات بيبقى أنا أجبتك أنا على وجهين يا حبيبي، قلت لك يجوز لكم ولكن إن كان بإمكانكم أن تصلوا في المسجد فأفضل. شكرا. التاريخ الهجري يا عبد الرحمن، بدل مش كل يوم كده الإخوة ينتقدون. نقول للناس لكل الأحكام الشرعية تنبني على التاريخ الهجري، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مصطفى؟ الحمد لله بخير. سلمك الله. عندي بعض الأسئلة أنت كرمت. تفضل. السؤال الأول، حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام صلاة الجهرية. قبل الإمام؟ يعني لو تمكنت من قراءتها قبل أن يقرأ الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. أطلعه بعده. لا تسبق الإمام بقراءة الفاتحة. طيب يا شيخ، سؤال ثاني، حكم الجهر بالدعاء أثناء السجود في الصلاة. منفرد أو بجوار ناس؟ جميعا يعني في الحالتين. الحالتين لا بأس. إذا كنت منفردا بعيدا عن الناس في بيتك، أما بجوار الناس لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. يا شيخ، السؤال الثالث، عن صحة حديثين. تفضل. الفح هذا الحديث، يهود بني عوف أمة من المؤمنين؟ لا أعلم عنه أي شيء. طيب، وحديث إذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة؟ لا أعلم عنه شيء. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ بعض آبائنا الفضلاء من السر يسلم عليك ويسألك ايه الافضل، هل اسم خديجة ام اسم مسك؟ اسم خديجة واسم مسك؟ نعم خديجة. طيب يا شيخ معلش، هل له معنى في اللغة خديجة؟ خديجة ومسك؟ خديجة من ناحية المدلول اللغوي يعني مش يعني ليس مستحبا من ناحية المدلول اللغوي.
لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. خداج معناها ناقصة، كما يقولون خدجت الناقة، خدجت الناقة يعني ولدت لغير ولدت لغير تمام. مسك مسك من المسك. طيب يا شيخ، لو انا سميت خديجه مكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، والله كلنا سمينا خديجه، هي اجوا بنا من الغرب اليمن دول، هل يثاب على ذلك؟ ان شاء الله تثاب، وسمينا خديجه الحمد لله سيده نساء اهل الجنه. نعم ماشي، الله يبارك فيك. مرحبا يا ابا احمد، واهلا وسهلا يا عبد الرحمن. انتبه لكلام أبي أحمد، الله يغفر لك، يحبك في الله ولكنك شخص كسول. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم تفضل. كنت عارف ان حضرتك تخطف الزبع عليا. نعم. بص، السؤال بقى، في صلاة الفجر في الزاوية اللي جنب بيتنا بنصلي فيها صلاة الفجر، في اثنين من الحفظة بيتعاقبوا ورا بعض بيختموا القرآن. أنا كنت قريت لحضرتك قبل كده فتوى إن ده تكلف. يعني الفرائض ولا نوافل؟ لا، في صلاة الفجر فقط بيختموا المصحف مع ورا بعض. والله يا أخي هذا الكلام ليس وفق سنة النبي محمد. في حاجة بقى هي اللي عايز أسألك عليها. دائما يعني كثير الغلط، هم بيغلطوا وبينسوا. فأنا ساعات من نص الصلاة بطلع الموبايل وأصحح له، هل ده يجوز لي ولا لا؟ إن في الصلاة لشغلا. لشغلة يعني أنا كده بشغل نفسي إن في الصلاة لشغلا. طب ما هما بيغلطوا، هما يدبروا نفسهم. يسجدوا يعني يركعوا، حتى ما بيعرفش بينسوا، ما بي وببقى عالم إن هو أغلط وهو بيوقف ساعات ويقف مش لاقي اللي يا أخي هو يقف يركع. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح ذات يوم سورة الروم فلبست على القراءة فركع، أو في رؤية أخذته سهلة فركع. أنا يعني أنا مسكت التليفون إن أنا أصححه، ده غلط. ده غلط طبعا، لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك كلام الشيخ، عايز أسألكم إيه؟ لو أنا عايز أجيب شقة تبع الإسكان الاجتماعي. لا تفعلي. لا تفعلي، لأن فيها شروط ربوية. شكرا، بارك الله فيك يا حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، حفظك الله يا شيخ. وإياكم. شيخ بعدين حضرتك، كنت بحاول التزم بقدر الإمكان، بس للأسف الشديد ما مش لاقي حلاوة للإيمان، ولا مقدرش أخشع في الصلاة كتير. إيه نصائح حضرتك؟ نصيحتي كثير من الاستغفار، وتتعوذ بالله من قلب لا يخشع. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤالين يا شيخ. اتفضل. في البداية أنا كنت بسأل عن قدرة الصحابة، وأفضل لك فكرة فكرة فوش. أنا آسف لو ضيعت السؤال. والله يا شيخنا أنا شايفك متكلف، وأسئلتك ليست بنافعة. فأعرض عن هذه الأسئلة وابحث عن أسئلة نافعة تسأل عنها. بس. مرحبا يا ابنتنا عائشة، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أحبك الله يا شيخنا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش يا شيخ، أنا كنت بسأل حضرتك بس عن أنا كنت أعرف أطلع زكاة المال، يعني ما يبقى معايا قد إيه؟ في اتجاهان للعلماء، إما أنك تبني على نصاب الفضة وهو ما يعادل 598 جرام فضة، أو تبني على نصاب الذهب وهو ما يعادل 97.2 جرام ذهب من عيار 21. يعني لو الفلوس اللي معايا جابت ذهب بالوزن ده أو فضة بالوزن ده أبدأ أطلع بقى. نعم، إذا بنيت على الفضة، جزاك الله خير، إذا بنيت على الفضة أنفع لدينك وأنفع للفقير، وإذا بنيت على الذهب جاز لك. تمام. حضرتك بتبقى قد إيه بقى؟ 2.5%، كل 1000 25. تمام، ربنا يجزاك. يعني الله سبحانه ترك لك 975
و25 الفقراء والمساكين. مش كتير يعني، الضرائب بتاخد عشرات الاضعاف. اه طبعا. اه. ربنا يكرمك يا شيخنا، كتر الف خيرك. وياك الله يحفظك. مرحبا يا ابنتنا عائشة، بارك الله فيك يا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم مصطفى العدوي، تفضل. بارك الله فيك يا شيخ صلاح. وياك. بعد اذنك ليا بس سؤالين بعد اذنك. والله وانا يعني عندي 5 اولاد وانا مطلق والدتهم، فدلوقتي انا متزوج زوجتي وزوجتي ليها ابنه عندها 10 سنين. 10 سنوات. يعني من واحد من رجل اخر؟ اه من رجل اخر. ايوه. يعني انت طلقت زوجتك الاولى؟ اه. عندك منها اولاد؟ 5. الله يبارك لك فيهم. وبعدين زعلت امهم يعني كده. المهم عندي ابنان منها 7 سنين ونص و4 سنين. من الثانية؟ من الثانية؟ من الأولى بقى يعني. لا الثانية ما خلتش منها. ما الخمسة دول جايين منين؟ مش فاهم. من الأولى. من الأولى. يعني أنت تزوجت زوجة أولى أنجبت منها 5. بالضبط كده. اللهم بارك يا رب وزيد يا رب. آمين يا رب. والثانية وبعدين طلقتها يعني؟ اه. أي وبعدين؟ أصرت على الطلاق عشان أنا أردت إن أنا أتزوج زوجة أخرى يعني. أيوه. وبعدين؟ وبعدين تزوجت بقى الجديده اللي معايا دي، ليها ابنه ليها منها ربيبه 10 سنوات. ايه. فدلوقتي ولادي الاثنين الصغيرين في الخمسه ولاد 7 سنين و4 سنين ونص او 4 سنين. فطبعا بيترددوا عليا وبيلعبوا مع البنت والكلام ده، فانا طبعا اخشى ان ايه ان البنت تبلو والولد كمان يكبر وهكذا. الولد كام الان بس؟ ايه؟ الولد 7 سنوات. نعم 7 سنين ونص. والبنت 10 سنوات. نعم. وانت خايف على البنت من الولد وعلى الولد من البنت؟ اه يعني انا بس كنت بفكر في امر ارضاء الكبير يعني، فانا بس. لا يجوز لا يجوز. طب ايه الحل حضرتك في الحل؟ الامر في مثل هذا الامر يعني. الحل افصل. الحل هما الان في سن يعني متحمل، 7 سنوات مع بنت 10 سنوات متحمل، لكن بعد اذا حصل بلوغ افصل أو زوج الواد للبنت وخلصنا الدور. هيبقى صعب خالص لأن للأسف يعني الزوجة ما كانتش ملتزمة قوي في حديث عهد بالتزام، والبنت أصلا من يعني بتسمع أغاني عند أبوها وكلام من هذا القبيل. طب ما ترسل البنت إن أنا أعمل كده. ارسل البنت لأبيها وهو أحسن. ما ينفعش حضرتك، أمها مش متنازلة عن إن هي تروح لأبيها أصلا، والمصلحة في إن هي تبقى معنا عشان تصلي وتلبس. أمها ظالمة لأن النبي قال أنت أحق به ما لم تنكحي. وهي تزوجتك يعني، هل انت لو انت مكان ابوي مكان والدها وطلقت زوجتك ولك بنت منها، تحب تكون مع امراه مع زوج ام مع زوج مع زوج امها ولا تحب تكون معك؟ ما هو اكيد هتبقى معايا، بس هي كل القضيه ان امها متمسكه بيها جدا. رقم 2 ان يعني ولله الحمد والمنه انا ببذل قصارى جهدي ان انا اكون يعني على الطريق. البنت يا اخي مع مرات مع زوج امها افضل ولا مع ابيها افضل اختصارا؟ ما انا ماليش يعني، انا حضرتك انا ماليش قرار في الامر ده. انا لو خدت القرار بالكلام ده ممكن الزوجه اللي معايا دلوقتي تطلب الطلاق اصلا. طب ايه المشكله؟ وبعدين هعمل ايه حضرتك؟ اقعد انا من يعني جوجل. تساعدها على ظلمها يعني؟ ظلمها في ايه وانا مش ظلمها؟ ما هي واخده بنت الرجل منه عشان هو يعني بيه. انت بس انا اسالك سؤال بس، يعني وجود اي بنت مع ابيها افضل او مع زوج امها افضل؟ ايوه ما هو اصلا عاوز يسيبها لان هو بيعمل بره. عاوز يسيبها؟ اه كده مساله ثانيه. ايه؟ خلاص انت ماشي، الامور ماشيه الحمد لله. لما البنت لما ابنك يكبر نتكلم، لسه كمان 4 5 سنوات خلاص؟ يعني استنى لحد لما يبقى 10 11 سنة؟ اه بس ما الرضاعة ما تنفعش، الرضاعة الآن لن تجدي بشيء. أنا بتكلم على الرضاعة الكبير يعني. لا يصلح لا يصلح. الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلا رضاعة محرمة بعد الحولين. أنت الآن يا شيخ أنا أكلمك هون الآن. طيب بعد اذن حضرتك بس اصبر علي، ما انا هجيب لك حجه عليك دامغه. طبعا القران فوق راسي. يعني ممكن واحده فتاه حلوه الان كده 20 سنه ترضعك؟ ترضع منها وتبقى ابنها مرضاه؟ ما هو اكيد مش رضاع من الثدي، واكيد لو في حاله يعني تمام. ما انا بس في حاجه عايز حتى على هذا الاساس، يعني واحده تحلب نفسها وتجيب لك ترضع تبقى ابنها انت؟ ما تستحل الجلوس معها؟
والخلوة بيها؟ انا قلت لحضرتك لو في حالات خاصه، انما مش اي حاله كده وخلاص. يعني انا بقول لحضرتك ان الحاله لا يصلح، لا يصلح. سلامتك. السلام عليكم. يا سبب الفساد عريض في الارض. السلام عليكم، تفضل. بيجي المسؤول عن توزيع البسكويت بتوزع على الاطفال. خلاص خدي لك باكو بسكويت اذا فاض من الاطفال ولا يرمى. خلاص ماشي. لا استنى بس يا عم الشيخ، احنا كمدرسين هو بيدينا كلنا، مش الاكل فاضي يا بنتي. اه بقى فاضي منه. خلاص الاولاد خدوا البسكويت، كل واحد خد. اسمع الكلام، البسكويت وصل الى كل الطلبه، وتبقى بعض البواكي بسكويت والحكومة لن تستردها، فلن نقول لك ارميها، خذيها كل انت وزميلاتك. ماشي. طب لو انا اخذته اداني ليا ولعيالي عادي؟ هو لا يقدر المسافات يعني هيدي لكل واحدة وعيالها. هو بيدي كده، هو المسؤول امام الله. ولو انت ورعة اتصدقي بقيمته وخلصنا من الموضوع. ايوه انا ماشي يا عم الشيخ، انا ممكن اطلع صدقة مثلا على باكو بسكوت عبد الرحمن واطلعها كده في اي حاجة لله. ماشي حاضر. البسكويت مش هيضيع علينا المحاضرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا انا لسه كنت بكلم حضرتك من شوية بخصوص موضوع ارضاء الكبير. ما انا قلت لك لا يجوز. طيب انا بس في حاجة عايز ارسل نظر حضرتك ليها، معرفش حضرتك سمعتني ليها ولا لا، وعندي سؤال تاني. بقول لحضرتك، هي امهم بتبقى نفسيتهم بتتعب جامد، يعني نتيجه بقى ان هي حصلت طلاق او نحو ذلك، وبتسيبهم لي، يعني سابتهم لي مره شهرين ونص ومره 4 شهور. فلو حصل الكلام ده مره تانية مثلا، انا حفاظا على ابنائي وامانهم ونحو ذلك، بخليهم يفضلوا قاعدين معايا انا وزوجتي وبنتها. فلو الامر ده دام على طول، فهي نصبح يعني في بيت واحد، لان صعب جدا ان انا اترك بناتي الثلاثه الكبار 17 و14 و12 سنه يبيتون في بيت وحدهن يعني. فعشان كده بسال على موضوع ارضاء الكبير. لا يجوز ارضاء الكبير. طيب مش طيب المساله الثانيه، احد الاخوه بيعمل يعني مش لا يجوز ارضاء الكبير، ارضاء الكبير لا يحرم على التدقيق يعني. طب حضرتك يعني هي ليها مخرج شرعي؟ يمكن انا يعني فكري قاصر او معلوماتي قاصره. ربنا يوسع عليك وتجعل لك شقه مستقله ولابنائك اذا كبروا، شقه مستقله. هي المشكله مش في كده، المشكله ان انا يعني اخواتهم بنات 17 و14 12 سنه، هيباتوا في بيت لوحدهم ازاي؟ خد البنات معاك والبنين شوف لهم حل، ما لسه بدري يا اخي. الله يسر. امين. ما انت طيب. متزوج وعارف الكلام ده ولا تايه؟ ايه؟ انت متزوج وتعرف هذا الكلام، وتعرف ان في خطوره من خلط الاولاد بالبنات. كان على عهد عمر رضي الله عنه رجل مطلق وعنده ولد، تزوج امراه عندها بنت من غيره، فمع الاختلاط فجر الغلام بالجاريه، فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجاريه فابى الغلام. امي يكبر حافظ عليهم، الله يحفظك. أبو عمر عماد ابن محمد، مرحبا يا أبا عمر. أم فهمي وفقك الله. طارق رجب، فبارك الله فيك يا طارق وشكر الله زيارتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في سؤال آخر يا شيخنا بعد إذن حضرتك. سل. دلوقتي في أخ يعمل في مجال الهدايا التذكارية يعني في المملكة ونحو ذلك، فمن ضمن الهدايا التذكارية ان هو بيقدم هدايا بمناسبة اليوم الوطني او العيد الوطني ونحو ذلك، فهل هذا يجوز؟ والله يا اخي في ديننا عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى، هذا الذي نعلمه. يعني الهدايا يبقى بالنسبة للعيدين دول فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. الو اتفضل. مثلا شيخ مصطفى، دلوقتي في مبادره الحكومه عاملاها للمصريين في الخارج، ان بدل ما يدفع الجمارك يعني. انا عارف بس طلبت تفاصيلها من يا اخي الكريم.
المعاملة دي حلال ولا حرام؟ والله ما زلت أبحث فيها، ما زلت أبحث فيها، لكن أريد عقدا مكتوبا حتى أستطيع أبني عليه. ما توفر لما ندفع الجمارك نحط وديعة. أنا فاهم كلامك، ناخدها بالجنيه. يا أخي الله يكرمك، أنا فاهم كلامك. إذا كنت تريد فتوى دقيقة لازم تطلع صورة العقد. فتوى يعني عابرة ممكن، لأنها هم كده كده الجمارك المأخوذة جمارك لا حق لهم، فلكن فإذا أنت رضيت تعطي الجمارك وتستردها بعد مدة فهو أهون وأيسر. ماشي، لا بأس يعني بهذه الطريقة. لبيك اللهم لبيك، بارك الله فيك. هل يجوز أن أقوم الليل بعد صلاة المغرب؟ لا، صلاة الليل بعد العشاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيد؟ طيب ولله الحمد، الحمد لله في نعم من الله، الحمد لله الحمد لله. الله يعزك سيدي. يا سيدنا والله محتاج اكلمك على الخاص، بس مش يعني مش مجمع معك خالص. ان شاء الله نغير الشريحة بشريحة تانية ان شاء الله. طب يعني ارن عليك بعد الفتاوى طيب ولا؟ يا اخي انا تعبت والله، والله انا اتعب منك في بسبب سوء الخطوط في مصر الفودافون خاصة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغلة. تفضل. شغلة. خلال شهر رمضان بنقرأ الإخوة بعض التفاسير المختصرة. الكتاب المختصر مركز تفسير أخرجه. الكتاب طيب. نعم. في مصحف اسمه المختصر في التفسير، صغير كده مجلد واحد. ده السعودي. نعم، اللي هو مركز تفسير يعني آية وتفسيرها في سطر ونصف سطر. لا بأس، ما دمت أنتم تحتاجون إلى مثل هذه الأشياء المختصرة جدا فلا بأس. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وإياكم وإياكم وإياكم. عندي طلب وسؤال. طلبي هو نحن خارج مصر والاتصالات من شهر وأنا أحاول في الاتصالات. أرجو من عبد الرحمن أن يجد حل لهذه المشكلة. إن شاء الله. اترك رقمك مع عبد الرحمن. هو حد يقولون اتصل على النت ان شاء الله، هشوف تليفون في نت كده لان لا اعرف استعملها باذن الله. هو حد الساحر في الشريعه شيخ. ورد حديث في سند ضعف، حد الساحر ضربة بسيف الا انه لا يصح مرفوعا، ومن ثم اختلف العلماء في حد الساحر، والتحرير أنه إذا قتل بسحره قتل، وإذا لم يقتل بسحره عوقب بالعقوبات التعزيرية التي يستحقها. أما حفصة بنت عمر فقتلت ساحرة. نعم، جزاكم الله خير. لكن هذا يرجع إلى حال الدولة والأمة وحال السحرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. وإياكم. شيخ عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا بنت زوجتي معانا، عايشة معانا. كم عمرها؟ 12 سنة. طيب، عندك أولاد بنين؟ لا لسه. طيب، إيه المشكلة؟ سنة زواج. فهل يجوز اصرف عليها من الزكاه يا شيخنا؟ ابوها فقير؟ ابوها فقير وما بيصرفش عليها خالص. يجوز اذا كان ابوها فقير. طب يا شيخنا انا دلوقتي لو في مستوى معين ومثلا الموضوع هيطلب مدرسه غاليه شويه، فهل في حد معين اصرف منه من الزكاه ولا الموضوع مالوش حد؟ لو في بنت مثلها ليست ربيبة لك ستفعل معها هذا؟ لا خلاص، شأنها شأن غيرها. افتح باب الصدقة، موجود، إذا أردت الصدقة تصدق. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب طيب الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله. شيخ ممكن الشيخ تنصحني بطريقة أحفظ بها القرآن؟ ما عندكم أي معلم للقرآن في بلدكم؟ لا بصراحة أنا ما بروحش للشيخ. بس أنا عايز أوصل طريقة يعني أحفظ إزاي؟ أنت تتابع مع منديل يا عبد الرحمن، تتابع مع الإذاعة ولا شيء؟ خلاص يا عبد الرحمن تتابع مع إذاعة؟ أنا بسمع القرآن وأبي يسمعني. ها؟ بسمع القرآن وبحفظ وبعدين بسمع لأبوي. أبوك من أهل القرآن؟ لا. طيب يا من يصح لك إذا أخطأت يعني؟ ما هو نريد واحد يعلمك. أنا عموما أنا أزهر يا شيخ وكلية وفي مراجعات براجع فيها حلقة القرآن في الكلية فبراجع فيها على طول. خلاص ما في مشكلة. إن أبي هو اللي صلي بقى إذا كنت تريد المحافظة على القرآن الذي تحفظه فصلي به صلاة الليل. في الأثر إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره إذا لم يقم به نسيه. تمام ماشي يا شيخ. سؤال تاني يا شيخ أحضر إزاي لفضيلتك درس أنا؟ تحضر لي درس؟ الله يبارك فيك. لا خليك على النت بدل الأيام دي الأيام شديدة ربنا يعني. أنا أصلا جيت قبل كده يا شيخ وبس ما لقيتكش فضيلتك ما كنتش موجود. المباحث خديتك ولا إيه؟ إيه؟ المباحث خديتك يعني ولا إيه؟ لا ما انا جيت والله يا شيخ من مدينه نصر لحد ميت عنود ما لقيتكش ماشي. معلش المره الجايه ان شاء الله قابلنا عند مدينه الانتاج الاعلامي كده وانا خارج اكون مجهز لك شويه كتب هدايا ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيوا بأحسن منها وردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال. ما السؤال؟ أنا كان في عندي مشكلة بيني وبين واحدة سلفتين. فالمشكلة يعني هي عملت لي مشكلة كبيرة وخلت جوزها غلط فيا واشتمني والكلام ده. وتبلك عليا بحاجات أنا ما عملتهاش يعني قالت لي الناس إن أنا عاملة لها سحر. ودايما عندها سوء ظن بي. المهم لا نغلط في لا تغلطي في سلفتك. انا مش بغلط فيها دلوقتي. اي لا بغلطه انت تتهميها. انا بقول هي قالت عليا كده. لا عفوا المهم هي اللي اتهمتني بكده. ما السؤال؟ دلوقتي ان انا بيني وبينها يعني انا لما بقابلهم سلام عليكم. خلاص كويس حسن خلاص يكفي. فهل ان انا لازم قبل يوم 15 شعبان ان انا اروح اصالحها؟ لا ما يلزمش. اه يعني يكفي ان انا بقول لها سلام عليكم. يكفي ان تقول سلام عليكم. ماشي. جزاكم الله خير. ممكن سؤال تاني؟ ماشي. اتفضلي. هل الاولى حفظ القران ام التلاوه؟ لان الحفظ بياخد مننا فتره طويله يعني انا الحمد لله كنت ختمه لكن نسيت. فلما بحفظ تاني بياخد مني وقت طويل طول اليوم. طول اليوم. لا شك ان الحفظ افضل من التلاوه. الحفظ؟ افضل من التلاوه. ايوه يعني راجع حفظ افضل. هذا وذاك. ان شاء الله. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ فن. واياكم. استاذن حضرتك بس كان في حاجه منتشره الايام ديت يعني حاجه اسمها تارك جنس العمل وده ناس تقول مثلا لا تضيع وقتك في هذه المسائل. كافر ومن مكفر. لا تضيع وقتك. يعني شيخنا ايه الموضوع ده؟ لا والله احسن لا تفهم احسن. ما لك دخل لأن هيوصفوك على أي رأي أخذته وسيوصفونك. يعني إذا قلت جنس اخترت أي رأي هتجد من يبدعونك. خليك بعيد عن القصة دي الآن ونشرحها في وقت آخر إن شاء الله. العمل يختلف في أعمال في تفصيل لابد من التفصيل. شكرا. أزال الله همك يا حسام عبد التواب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى ازاي حضرتك؟ طيب الحمد لله. ربنا يجعلك طيب ويبارك لنا في عمرك يا رب. اللهم يا آمين. رب آمين. دلوقتي سيدنا في دعاء يعني انتشر مؤخرا يعني بيقولوا في كريم رسول الله والله أكرمه فهل من فقير بين الكريمين يحرم. فقال لي أحدهم أنه يعني قالوا ورزق كثيرا كثيرا فدخلت أبحث عنه فلقيت يعني ما لقيتش مشايخ زي حضرتك مثلا بيقولوا أو كده. فهل يجوز الدعاء بمثل هذا الدعاء ولا
أنصحك ألا تفعل ذلك. أنصحك ألا تفعل ذلك. لأن في بعض الخلل العقدي، ممكن يكون في بعض الخلل العقدي. فإحنا نحن الآن نعتقد أن الأمر كله لله. نعم. الأمر كله لله، ولا تساوي بين رسول الله وبين رب العزة سبحانه. نعم. فعشان كده لما حد يجي يتكلم في ان هو يدعو بي، انا المفروض ان انا اقول له مثلا لو عايز اقنعه ان ده غلط. رسول الله كريم عليه الصلاه والسلام، والله اكرم. نعم. انك انت العزو الاكرم. نعم. ولكن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. انا برضه لقيت جماعه الصوفيه هم اللي بيدعوا بهم. اقول لك اهو، يعني لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر الا الله. فأي شيء يحدث التباسا في هذا الأمر ويفهم أن الرسول يكشف الضر ويجيب المضطر ابتعد عنه تماما. الرسول له صلى الله عليه وسلم منزله، وهو سيد ولد آدم، لكن ليس له من الأمر شيء. الله يغفر لمن يشاء، يرزق من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يقبض من يشاء، يحيي من يشاء، يعز يذل، يكرم يهين. الرسول قال الله له ليس لك من الأمر شيء. تفهمت الكلام؟ فأي شيء يحدث التباس على هذا المنهج، وهذا الذي كان الرسول يدعو إليه، يدعو إلى الاعتصام بالله ويقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انتبه، لا تشرك بالله. فتح الله عليك سيدنا. وعليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب اتفضل. سؤالين يا شيخنا بعد اذنك. سأل يا حبيبي. السؤال الاول، اخت حامل في الشهر الخامس والاطباء قالوا لها ان الطفل هينزل مشوه وعنده امراض كتير. هل تنزله واهلها مصرين تنزله في الشهر الكام؟ الخامس. لا تنزله. تمام يا شيخ، جزاكم الله خير. السؤال الثاني، شخص بنات عمه هم اكبر منه، ولكن يعني بيكلموه تطمنوا عليه، المهم يطمنوا عليه. كم عمر الولد؟ 20. والبنت كام؟ 30. ولكن هم اهل بينهم سيره خرابي. يتكلم بالمعروف. بالمعروف. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. سعادة شيخنا، كان في موضوع محتاجة اتواصل مع حضرتك على الخاص لو ينفع. ينفع بس مش الان يعني. الان اتواصل مع حضرتك امتى ان شاء الله؟ غدا ان شاء الله الساعة 2 ظهرا. 2 ظهرا. تمام ان شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخنا، ينفع اسافر انا واختي القاهره لعمل اوراق معينه بدون محرم؟ للضروره. توفر المحرم يعني؟ للضروره. ما هو عمل اوراق للسفر على العمره. اذا كنت اسافر لزوجها يعني. ما لكم محرم؟ لا، علينا محارم بس مش فاضيين يجوا معانا. الله يهديهم. بس على العموم مع الرفقه الامنه وللاضطرار. شكرا. بارك الله فيك يا محمود يسوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت عندي سؤالين. سلي. انا الاعمال الصالحه مرتبطه بالنويه؟ يعني انا لازم انوي كل عمل صالح يعني اعمله، انا بنوي بعديها ساعات بنسى وبنوي بعديها، ينفع ولا لا؟ معذره، عيدي. الاعمال الصالحه. الاعمال الصالحه. انا لازم انويها قبليها ولا مش شرط؟ اصل انا ساعات بنسى انويها ان انا هعمل حاجه صالحه، يعني ايا كان بقى العمل الصالح ده ايه، وبعد كده وبعد كده بنوي بعديها بعد ما العمل ده يتم. فده يجوز ولا لا؟ بتتحسب يعني عند ربنا ولا بتتحسب؟ لا ان شاء الله باذن الله محسوبه باذن الله، بس يعني اذا كانت في الاول تبقى افضل. افضل. ايوه. طيب مش سؤال تاني، ملكه اليمين زمان اللي هم الجواري طبعا. طيب. دول كانوا لاي حد محارب مقاتل ولا لناس يعني ناس معينه ولا للمحاربين بس؟ لا، كانوا يبيعوا في الاسواق. يعني اي حد ممكن يشتري ملكه يمين؟ كان أيوة. اي حد. أيوة. ممكن يكون محارب. ايوه. انت تشتري عبد بس ما يعملش معاك حاجه وحشه، بس يعني منكم امراه تتملك رجلا. انا مش بتكلم على الستات. لا، انا بتكلم على الستات ولا السبعات، كل مفيش حاجه اسمها ستات، لكن اتكلم عموما
العبيد والإماء كانوا يباعوا في الأسواق، لكن المرأة كانت ممكن تشتري رجلا لكن يعمل عبد عندها لا يقربها بجماع، والرجل يشتري أمة وهي حلال له. مش لازم يكون محارب. لا ما هو كان لا كان يباع من زمن طويل. انت تعرف ان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام استرق وهو حر وبيع في الأسواق عليه الصلاة والسلام، واشتراه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وقبل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام هاجر عليه السلام، هاجر عليه السلام، هاجر كانت أمة عند رجل جبار كافر فأهداها لسارة عليه السلام، أصبحت أمة عند سارة، وبعد ذلك سارة أهدتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لو فريد في الجهاد رجع تاني وكان في برضو ملكة يمين وكده، أيوه. الموضوع ده يعني زي ما كان بيحصل زمان يحصل دلوقتي؟ المانع بس ربنا يعني يستر. المحاربين وفريد الجهاد وكده برضو كل الناس برضو ولا برضو المحاربين؟ ما هو لا أحكام شرعية كبيرة، ما تيجي إن شاء الله يعني انت غير على زوجك ممكن يجيب واحدة ملك يمين ولا ايه بالضبط؟ لا يعني انا بسأل عشان معلومات يعني معلومات دينية. لا معلومات دينية ممكن على حاجة. لا لا قل لحضرتك شيء ان شاء الله ممكن على اليوتيوب، عندنا على هذه صفحتنا على اليوتيوب احكام ملك اليمين موسعة بإذن الله كده. يا عبد الرحمن ولا ما في تفسير صورة معينة او هي تدخل على اليوتيوب؟ ادخلي على اليوتيوب بس ملك اليمين ان شاء الله تفاصيل الأحكام. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. بسم الله. ماذا عندك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخنا، هو حضرتك إن شاء الله لقاء الفتاوى يستمر في رمضان بإذن الله؟ إن شاء الله إلى منتصف رمضان تقريبا. إن شاء الله، ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا. أنا كان لي سؤال صغير يعني بسيط يعني. سل، تعرف بسيط يعني كبير، لذلك أطلقوا على الأرض البسيطة المبسوطة. كبير يعني. أي أي أي. ربنا يحفظك يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك. وياكم. شيخنا أنا بس كنت بسأل يعني، كان واحد أقول له يعني يعني بس عندي مشكلة شوية في بعض يعني كنت بسأل بقول مثلا الواحد لو قلت لزوجتي كل واحد يروح لحاله وقصدت وقصدت قلت لزوجتك يعني اصبر بقى عشان نختصر. قلت لزوجتك كل واحد يروح لحاله لا تعد طلاقا ولا توسوس. لو قلت قصدت كل شوية أقول قصدت ليه يا حاجة. أخي أنت مريض عايز تتعالج خلاص. إنك قال لزوجته كل واحد يلا من يروح لحاله لا تعد طلاقا خلاص. أيوة تمام. ما سلام ربنا يكرمك وإياكم. ما فهمت كلامك يا هاني المنشاوي، مش فاهم إيه نوه على إنزال الجنيه وقول إيه مش فاهم. قلت له لا تنزله، حامل في الشهر الخامس والولد مشوه، قلت له لا تنزله لا تجهضه المرأة. كلام واضح ولا في إشكال؟ ما أدري ما الإخوة. هاني المنشاوي بيعلق يقول يلا اغفر له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. وإياك تفضل. والله أنا كمصري يا شيخ مصطفى أفتخر بك وسط الدول. الله يغفر لنا ولك يا أخي. أخي والله ما نجهله أكثر مما نعلمه. الله يغفر لنا ولك. الناس اللي بتحدث كل يوم وأنت اللي بترد على أي الله. حاجة. الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا ولك يا أخي. الله يبارك فيك وياكم. في طرق كثيرة يا شيخ مصطفى كنت أحفظ بها القرآن، ولكن أفضل طريقة يعني أحب يعني أقولها لك. تفضل. تسمع السورة تفسير السورة لحضرتك والله مش بياخد وقت. بارك الله فيك وإياكم. يعني أنت تريد تشير على الإخوة أن يتعلموا تفسير الآية مع حفظها؟ آه والله أنا يعني نستفيده من أي سورة، سورة طه. الله يبارك فيك. تفسير بسمع التفسير مش بياخذ وقت يعني بفهم الحمد لله. الله يبارك فيك.
ما معنى وعجلت إليك ربي لترضى؟ وعجلت إليك ربي لترضى؟ أيوة. ما لسه ما وصلتش إليك. طيب ربنا يوصلك بالسلامة. السلام عليكم. ما زلنا في انتظار تصميم الصفحة التي الحمد لله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا كنت كاتب كتابي على بنت خالتي، ما حصلش دخلة. المهم يعني قدر الله وهنتفصل، ف الله يستر. طلبوا نص المؤخر ونص الذهب ونص القايمة. تمام. فاحنا لما كنا كتبنا قايمة وكده، طبعا انا مفيش حاجة جت عندي، احنا كنا كتبنا الكتاب بس مفيش اي حاجة جت الشقة. ما كناش اتفقنا في القايمة على ذهب. اتفاجئت لما جينا منفصل ان هم بيتكلموا ان هم كاتبين في القايمة 100 جرام ذهب، وده ما كناش اتفقنا عليه اصلا. مكتوب ولا مش مكتوب؟ كتبوا في القايمة 100 جرام ذهب. وانت وقعت عليها ولا لم توقع؟ انا لما وقعت كنت موقع قبل ما يكتبوا. وقعت على بياض. ما كناش متفقين. انا طبعا عشان اللي هو احنا اهل، فكنت عادي الموضوع، فوقعت واتفاجئت ان هم بيقولوا كتبنا 100 جرام. انا لن احتج عليك بالقانون لا يحمي المغفل، لا، الشرع يحمي الكبير والصغير. اذا اتفقتما على قول واحد انكما لم تتفقان على الذهب فلا اعتبار لما كتب، اذا اختلفتما فالقول المعتمد هو الذي وقعت عليه. عبد الغفور بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. وحضرتك يا شيخ، انا دلوقتي برسم كرتون بس واقعي شويه، هو حلال ولا حرام؟ كم عمرك؟ انا عندي 13 سنه. بلغت ولا متبلغ؟ لا لسه. يلا نعتبرك من الصغار الذين يجوز لهم اللعب بالعرايس. يعني مش حرام يعني؟ يعني انت صغير ماشي. يمكن اشوف زي ده بس نخش ثانوي. الله يجمعك، الله يجعلك تخش الجنة أولا. آمين. هي الجنة الأحسن ولا الثانوي؟ لا الجنة طبعا. والله يجعلك تخش الثانوي أيضا. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يدخلك الثانوي ودخلك الجنة يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخ، أريد رأيك في مسألة لأني أثق بعلمك صراحة. نعم. والدي، أريد رأيك في مسألة. ممكن ترفع الصوت شيئا ما؟ قلت لك أريد رأيك في مسألة. سلي. أنا والدي قبل 20 سنة، يعني لما أنا كنت صغيرة، هو ما كانش بيصلي يعني تماما، بس يعني هو بعد طلق أمي ولم يعد يعيش معنا، والآن الحمد لله كبرت وملتزمة وسيتقدم شاب لخدمتي ويعقد لي مع والدي. وعندما اتصلت بوالدي لأنه في بلد آخر، قال لي أنا أصبحت أصلي وحلف بالله، فهل هذا كافي ليكون ولي؟ يا كافي. شكرا. الله يكرمك وأسعد الله أيامك يا أبا الأرقم. كل خير يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته مولانا. أهلا. الله يزيدك من فضل يا مولانا. وياكم. مرحبا دكتور ايمن مردان. الله يبارك فيك يا مولانا. حبيبي يا مولانا، احنا ان شاء الله بنعمل شنط رمضان، يعني بنعملها لله كل سنه. الله يتقبل. اللهم امين. ينفع الزكاه بتاعت الفطار اعمل بيها شنط برضو واوزعها برضو مع الشنط اللي احنا بنعملها دي، خير شنطه رمضان مع شنطه رمضان؟ زكاه الفطر. زكاه الفطر. زكاة الفطر ينفع اعمل بيها شنط برضو وازود يعني مع اللي بقى؟ انا بطلع كده كده بطلع لله شنط بتاع رمضان كل سنه، وفي زكاة الفطر بقول ممكن اعملها في شهر رمضان برضو وازود مع الثاني واوزعها مره واحده بزياده كلها، يجوز ولا مش يجوز؟ يعني سؤالك باختصار، هل يجوز تقديم زكاة الفطر اياما قبل العيد أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز يا مولانا. يجوز. استعطى الفقهاء. كل خير يا مولانا. يعني زكاة الفطر ممكن تخرج من أول رمضان، 15 رمضان، لكن أفضل
أفضل أوقاتها من بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة الليل، أفضل أوقاته. وأما الجواز من أول رمضان إلى غروب شمس يوم الفطر، فالموضوع جائز. تمام يا مولانا، انا قلت بس ازود بالشرب مع بعضي عشان اعرف نوزع اكتر، يعني ما نحط دي مع دي ونزود باكتر يعني. لا بأس، لكن الافضل انت لم تفعل الافضل. تمام يا مولانا، الله يسلمك. وصلت كده يا مولانا، جزاك الله كل خير. وياك، الله يبارك في عمرك يا ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك. أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا شيخ حضرتك مش متصور أنا سعيد قد إيه إنك رديت علي. ربي يسعدني وياك بالطاعة والإيمان. عندي سؤالين يا شيخ، واحد لوالدتي وواحد لي. اتفضل. يا شيخ الآن والدتي ووالدي وصلوا لطريق مسدود ويعني قرروا الطلاق يعني. والله يستر. هل يدخلان في حكم المتشاحنين الذين لا يقبل منهم الصيام؟ لا 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 لا، واحدة تريد تطلق أو رجل يريد يطلق، لا جناح عليكم إن طلقتم يعني النساء. مش كده بالضبط يعني، هي هو لا يريد يطلق بس الأمر محتدم وأمي رفع قلع يعني. خلاص ما يعني عادي. أنتم تدخلتم للإصلاح؟ أي والله بس للأسف. خلاص نتفرق أيها الله كل من ساعته. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. اللهم أصلح بالنا واهد قلوبنا يا رب العالمين.
اللهم إني نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع قلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا أخلص نوايانا وأصلح سقائم قلوبنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين افتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام أكرم يا رب منازلنا واسع يا رب مداخلنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم أسكننا الفردوس واجعلنا في عليين واجعلنا مع المقربين وهب المسيئين منا للمحسنين ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم.